السلام عليكم، انا الكندري محمد وكنشكر العداله اللي نصفاتني في واحد القضيه ديال الحادثه السير ديالي. كنشكرها من المنبر بزاف، ولاني كنتفاجئ بواحد المحامي اللي وكلته على القضيه ديالي. واش غنقول لكم، يعني ما دار لي فيها والو. انا عندي الكسده في 2022، تحكمت لي في 27 في شهر 12 2023. من ذاك الوقت لهاد الساعه هادي ما بقيت عارف على الدوسي ديالي والو. كنمشي عند المحامي كنتلاقى به كنقول له مدرش الدوسي في القضيه ديالي، كيقول لك ما نعرف، سير سول في البيرو. بغيت نعرف واش هو اللي محامي ولا الكاتبات ديالو اللي محاميين، ما فهمتش. كنمشي عند الكاتبات المحامي كيقول لك حنا ما عارفين والو، سير عند المحامي. يعني ولاو كيلعبوا بيا. دابا انا بغيت نعرف غير الدوسي ديالي فينا هو وشنو دار فيه. وزيدون اش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدي فتح عبير، مرحبا بكم معنا في هجبه مباشر من امام المحكمه الابتدائيه بمدينه سليمان. تواصل معنا هذا الشخص، اللي عنده ملف قضائي اللي حكمت عليه نصفات المحكمه في قضيه ديال واحد حادثه السير اللي تعرض ليها اليوم. كيتفاجئ بان المحامي اللي وكلو لانه تيقول له ان الملف ديالو ما عارف يمشى. باش نعرفوا التفاصيل حول هذا الموضوع اليوم غادي يعاودنا شنو وقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو المشكل ديالك سيدي؟ المشكل ديالي عندي حادثه السير وكنت واحد الاستاذ محامي، يعني انا ما كنعرفوش. انا مع الدوخه ديال القصيده مع داك الشيء جابني واحد، وانا ذاك الانسان صديق ديالي ساعه من بعد كنتفاجئ بلا سمسار ديالو هو، يعني داني ليه وتخلص من ظهري. داني ليه ما كنعرفوش، قال لك هذاك استاذ مزيان طا 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 طا، قلنا ماشي مشكل، عطيتو القضيه ديالي. مهم من 2022 غادي معايا مزيان حتى 27 في شهر 12 2023، وليت كنعيطو كنعيطو في الهاتف ديالو كيسمع الصوت ديالي كيخلي الخط دايز كيبغيش يجاوبني. كنقطع كنولي نعاون نتصل به، يعني جربت جميع الطرق الحبيه معاه ما كاين حتى شي حاجه. بالنسبه للمحكمه نصفاتك. نعم سيدي. باش حكمت المحكمه؟ حكمت لي بالتعويض. تعويض شحال؟ بالقدر ديالو 5 ملايين و150 الف. قبل ما تحكم المحكمه شنو الاجراءات اللي درتي بالنسبه للصندوق؟ بالنسبه كلشي خلص المصاري ديالي لراسي، هو ما خلص حتى شي حاجه. شحال خلص سيدي المصاري؟ المجموع 2000 درهم. 2000 درهم اللي خلص، يعني اللي خصو هو يخلصها، لحقاش حتى هو كيدي 25% معايا في المية، يعني ما دار حتى شي حاجه، كلشي درتهم انايا. واخا كيتعامل معاك المحامي قبل ما يشد الدوسي ديالك؟ كيتعامل معايا زوين. عاودنا شنو؟ كيتعامل معايا زوين، فوق ما نعيطو كيجاوبني. مؤخرا من خرجت لي الخبره الطبيه قلت له استاذ دابا كيفاش؟ شنو غندير؟ واش تخلص؟ انا راه ما عنديش. قال لك لا ما يمكنلكش، انت خصك الا جلستي كنجمع انا 40 واحد ولا 50 واحد غتعطل عليك القضيه، يعني خلص من جيبك. مشيت تسلفت ومخلصت الخبره الطبيه من جيبي، نصب عليا بهذا المفهوم. يعني من تخلص الخبره الطبيه لحد الان السيد ما كيجاوب لا على تليفون، ما الميف ديالي ما عرفتوش فينا هو. مؤخرا درت به شكايه للنقيب، ها هي يعني درت شكايه للنقيب ديال المحاماه. دابا تقريبا 20 يوم درت له الشكايه. هاد الصباح هذا هو عيط له قلت له استاذ كيفاش الدوسي ديالي؟ قال لك ما نعرف، انا مازال ما عارف والو، يعني صبر حتى نشوف. واش كاين شي شكايه استعجاليه كتجلس 20 يوم او شهر؟ دابا مهم كان في المحكمه كان داير الاضرابات المحامون. نعم. هذه تقريبا اسبوعين كانوا دايرين الاضرابات. واش من داكش المبرر بان كاين اضراب ولا قال لك الملف ديالك ما كنعرفش؟ ما قال لي لا اضراب لا والو، قال لي ما نعرف، قال لي انا مازال ما شفتش الملف ديالك، يعني ما نعرف. الحكم عندهم ما عارفش، قال لك انا دابا هو براسو ما عارفش واش انا جديت له شكايه ولا ما عارفش. يعني قلت له استاذ راه انا هو الكندري محمد، راه دابا 20 يوم باش ديك شكايه تما. قال لك وحتى نشوف، يعني باقي ما كاين والو. السكرتيرة ديالو يعني بلوكات لي النمره ديالي، بغيت نعيط له غير واحد الصديق ديالي، لقيت النمره ديالها خدامه، انا النمره ديالي مبلوكيه. علاش بلوكي؟ ما نعرف، هادشي اللي بغيت نعرف. انا دابا بغيت نعرف غير هادشي هذا هو شنو كاينين، ما فهمتش. بانك جيتي للمحكمه عند السيد رئيس المحكمه. جيت عند السيد رئيس المحكمه انا الابتدائي بسيدي سليمان، ما خلانيش السكرتير ندخل عنده، قال لك هو ماشي من الاختصاص ديالو. المحكمه في الميديك فين تحكم؟ تحكم في المحكمه الابتدائيه بسيدي سليمان. هادشي اللي كان استاذ. بالنسبه لك انت كي دايره الوضعيه ديالك الاجتماعيه؟ انا الوضعيه الاجتماعيه راه ربي حرجه جدا، يعني انا كان حاليا كنعس غير بالراكه ديال واحد السيد دار فيا بليزير في الجوطيه. يعني انا محتاج محتاج محتاج، وان هذا المحامي الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غادي نقول استاذ الله ياخذ فيه الحق. انت كنتي مع ولادك الفلوس اللي تشد؟ انا مع ولادي، يعني قال لك هو تعطلات غتجلس مشهور غتشد لك الامانه ديالك. هادشي اللي قال لي هو ساعه هو كينصب عليا، علاش ما باغي يصرف حتى شي حاجه من جيبه؟ علاش التماطر ديالك؟ ايوا استاذ، هو اصلا عنده كورتيه ديالو ديال هادشي هذا، هو اصلا مختص في هادشي هذا هو بالعربيه وتعرفت. ما طلعتيش الحكم عندك ديال المحكمه؟ ديال اش؟ الحكم ديال المحكمه عندك؟ عندي كلشي، الوثائق ديالي كلشي عندي، عندي نسخه ديال تنفيذ الحكم، عندي الرقم ديال الملف ديالي، عندي كلشي حتى باش حكمت هي عندي، يعني الوثائق ديالي كلها عندي. بالنسبه ملي طلعتي عند النقيب المحامين شنو قال لك؟ استقبلني مزيان،
فعلا عاودتي له شنو؟ عاودت له المشكل ديالي مع 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 المحامي اللي عندي مع المشكل، قال لك صافي سيدي صبر دير للكاتبه ديالي الشكايه، ديت لها الشكايه، المهم عطاتني المسائل ديالي هما هذوك، قال لك صبر واحد 20 يوم ولا شهر ورجع لعندي. دابا ملي ضربت 20 يوم عيطت للسكريتيره ديالو لقيتها مبلوكياني، ديال الناقد ديال المحاماه، المحامي الناقد ديال المحامي عيط ليه هاد الصباح هذا هو، قال لك تنشوف. بالنسبه لطلب التنفيذ علاش ما دارش طلب التنفيذ؟ ما عرفتش استاذ، انا براسي مازال ما فهمتش، انا دابا بغيت نعرف غير الدوسي، يعني الملف ديالي فين هو؟ واش في الحفظ؟ واش في الاستئناف؟ واش في راسيرانس؟ واش قطعوا رماه؟ بغيت نعرف غير شنو كاين في الدوسي، ما بغاش يقول لي حتى شي حاجه، ما بغاش يهضر معايا. انا مؤخرا عيط له قال لك سير جري طوالك، جري طوالك انت سير. عاوتاني قلت له مشيت عند النقيب، قال لك فوت النقيب من ليه صافي، يعني دير الكلمه ديال الاخرانيه بهذا الاسلوب هذا هو استاذ. دابا انت شنو كطالب انت؟ كنطالب بالحق ديالي، انا كنطالب الله سبحانه وتعالى والقضاء ديالنا، يعني وينظر في الملف ديالي انايا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسر لهم الامور ديالهم ويعيش سيدنا والله ينصر سيدنا. حالتي الا مثلا ما استجبتش لهذا الطلب ديالك النداء، شنو الاجراء اللي غادير؟ الاجراء اللي غادي ندير غندير اضراب على الطعام، غنخيط فمو غنمشي للبيرو ديالو، هذا هو الاجراء الاخير اللي غادي ندير استاذ، لحقاش ما خلي لي حتى شي خيار، جميع الطرق الحبيه درتها مع الانسان هذا هو واللي غير بيعف. انتي كيفاش دايره الان الظروف ديالك الماديه؟ الظروف ديالي الماديه حرجه بزاف جدا، ما نقولك شي حاجه استاذ، غتجي معايا جوطيه وغتسمع كلشي بودنيك، انا كنعس غير بالراكه ديال النجار، داير فيا خير وكيعطيني المحل فين نعس، انا ما عنديش. بعد ما كنتي تاجر كنتي بعد ما كنت بالمحل ديالي بالمسائل ديالي لا حول ولا قوه، لا شيء ما عنديش. دابا انا كنطالب يعني كنطالب القضاء ديالنا يعني ينظر في هذا الملف ديالي. القضاء عطاك الحق ديالك؟ عطاني حقي. الله يجازيهم بخير. المشكل دابا عندي في المحامي اللي ادى لي حقي. واش هاد المحامي هذا واش معروف هنا مدينه سليمان؟ معروف على هو دابا براسو راه غادي يشوفني راه غادي يعرف راسو. هو راه معروف. وعلاش هو كيتهرب منك وكتدفع لك التليفون وتيبروك؟ كاين شي حاجه ماشي هي ديك اوسط الملف ديالي، مادام كيدير معايا هادشي كاين خروقات في الملف. ما استشرتيش مثلا مع النقيب؟ ما قال لك النقيب ما عطاني حتى شي حل. النقيب قال لك سير حتى نعيط لك. شحال تقريبا هادي باش؟ هادي 20 يوم. يعني باش دفعت الشكايه للنقيب. عيطتو هاد الصباح هذا هو عيط له وقال لك انا حتى نشوف، يعني باقي واحد 20 يوم واحده اخرى ولا شهر ولا الله اعلم ما كاين شي كاع. شتي غير من عيط السكريتيره ديالو لقيتها مبروكه، يعني عرفت راه ما كاين حتى شي حاجه استاذ. يعني كنطلبوا الله سبحانه وتعالى ومن القضاء ديالنا يعني والسيد وكيل الملك ولا السيد رئيس المحكمه ينظر في الملف ديالي باش غنقول لك، ونطلب الله سبحانه وتعالى يوقف معاهم. انت الخطره الاولى هاد المحامي تعامل معاك شي مزيان، شد بيدك، سمع لك، اللحظه ملي شفت عندك الملف تسيف عليك. من تحكمن في 27 شهر ديال شهر 12 2023 لهنا كتعرف على الملف ديالي والو. تلقى معاه كنقول له استاذ نظره الملف ديالي فين واصل؟ ما نعرف كيقول لك سير شوف انا ماهش معايا البيسي سير شوف في البيرو، مي كيمشي عند السكرتيرات كيقول لك حنا ما عارفين والو، قال ما توصلنا حتى شي حاجه، سير شوف المحامي. بالنسبه للملف ديالك واش ما درتيش استئناف؟ ما عارف والو استاذ. دابا ابتدائيا؟ دابا ابتدائيا تحكمت انا في المحكمه ديال الابتدائي في سيدي سليمان، الاستئناف ما عارف واش في الاستئناف قلت لك ولا في الحفظ ولا قطعوا الله اعلم. ما عرفت حتى شي حاجه دابا على الملف ديالي، كنتلاقى معاك نقول استاذ بغيت نعرف غير شي حاجه، يعني شنو كاين؟ طلب تنفيذ ما داروليش. واش براسك تحس براسك محقور؟ تحس براسك بزاف، بالله انا مواطن مغربي ومحقور في بلادي. وهذه دولة الحق والقانون. يعني راه ماشي كتشدك على الحقره، يعني كتشوف انت راسك عايش بحال في الغابه. يعني ما كاينش الانسان، ما كاينش اللي ينصفك، ما كاينش اللي ينصرك، سوى الله سبحانه وتعالى، وانا عندي ثقه كبيره في القضاء ديالنا. كنعرفوا ان المحامي الدور ديالو هو الترافع ويكون شاد بيد الشخص اللي كيكون موكل له. اليوم القضيه ديالك ربما شويه فيها الشكوك. دابا استاذ اللي بغيت نقول لك انا هذا المحامي هذا كيخسر محامين واحد اخرين، دابا ما غاتبقاش الثقه ما بين الموكل والمحامي. دابا اي واحد غتكون عنده شي مشكل غيبغي خصو يمشي ذاك المحامي يسول عليه 200,000 مره عاد يمكن له يوكلوا عليه، علاش؟ ما بقاش الثقه. يعني كيعطوك الوجه في المره الاولى ما كيتمكنوا كيوليو يقلبوا الوجه ديالهم، كيولي عندك وجه واحد اخر. بالنسبه للاسيرونس التامين كيفاش كتجي بالنسبه للاداء؟ واش كيجي عن طريق الشاكات مثلا؟ كيجي عن طريق النقيب. النقيب هو اللي كيجي عنده الشاكات، هو اللي كيعطي ديال المحامي. الله يرحمه. يا استاذ اي نعم. الملف ديالك واش معروض على النقيب ديال المحامين في القدره؟ ما عرفش. انا الحاجه الوحيده اللي عطيت له الشكايه. ما عرفتش واش معروض ولا ودابا انا قلت شيء سميتو الملف ديالي ما عرفتش فين هو استاذ. واش في الاستئناف؟ واش قلت لك مقطعوا ولا في الحفظ ولا الله اعلم. ما بغى يقول لي حتى شي حاجه. هادشي تجأت انا باش 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 ندير فيديو باش 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 يسمعني الراي العام كامل. محقك. فهمت يا استاذ؟ محقك دير نعم. هذا حق نعم استاذ مشروع هذا نعم استاذ نعم استاذ يقول لك الدستور نعم استاذ. رساله اخيره ديالك؟ رساله اخيره كنطلب الله سبحانه وتعالى
يعني وكنطلب من القضاء ديالنا نظر في الملف ديالي انايا ويتدخلوا التدخل العاجل مع هذا الاستاذ هذا هو والله ينصر سيدنا. بارك الله عليك. اذا مشاهدي جرت عبير من امام المحكمه الابتدائيه بمدينه سيدي سليمان.